آخ منك سيف شاهين، خليتهن كلهن يتوسلن نطبخ لهن. ولك لو مبقيها سكتة مو أحسن؟ دباع الفين دوم عندي خضروات يستهترن أنا ما أعرف ليش. اليوم أول يوم إحنا بدبي، عندنا كل شوية أشياء لازم نسويها، من ضمنها أنا لازم أسوي المونتاج مال كل فيديوهات ما شهر العسل اللي أوردي تو شفتوهن المفروض. حماس المود توب. انتو شو اخباركم؟ مستقيلكم؟ هلو هلو، ويلكم ويلكم ويلكم. هاي شنو طالبه؟ تو سوالفك. What we will do? Manicure pedicure. For madam, right? For you also. For you also. طالبه الي manicure pedicure. انا زوجك مو مصاحبتك. What is your company name? Glam Jam Express. Glam Jam. This for me? Yes. Wiping. يعني لو قالي لي هذا الزواج كان فكرت شوي بالموضوع. هاي فترة التعارف ما حكيتي لي بدني السؤال، فلسة بدأ يطلع عنك. بعد طالبين. ويعني هسه شنو يعني مثلا قاعدين نسولف؟ شو الأخبار؟ عن شنو يعني نسولف؟ احس نفسي قاعد بصالون اسولف وياك. قاعد بصالون مالي ساعة اسولف وياك. كل المتزوجين كانوا يقولوا لي لا تستعجل، بس ما يقولوا لي ليش. الظاهر كانوا يستحون يحكون بهاي السوالف انه النسوان مش تخلون يسوون. هسه يلا افتهمت. تحترق الفيلم. ما احساسك ابو اللول؟ اكره شيء له علاقة بالاظافر. انت تبرد لي اظافري. لازم يعني لازم؟ سوي لي مرحبا على اظافر رجلي. لك نفسك. شو الأخبار؟ هاي يومية ايش بنات تسوون هاي سوالف؟ ايه وهاي يسموها ريلاكسيشن يعني. هذا المي تايم مالتكم؟ يخلوه لكم المي تايم. اوف 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 اوف. شنو؟ هاي كيفك ويانا ابو اللول؟ مسوي مال عشرة مو مال نفرة. ولا لا حركات. ابو روم زوجك. زوجك ابو روم. تحس فرق؟ مبروك. شلونك تحس فرق؟ بالشخصية؟ ايه. شنو؟ ما تابع التليفون. اي صح 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 صح. وصول الى دبي ما يحلى بدون اساي بول. ايش نحط بالاساي بول اليوم؟ فان فيري بول. تحس انا تغيرت؟ هلا هلا هلا. ما تحس لازم انت مال خاشوقة غير؟ ابو روم عود من تتزوج تسوي مانيكير ان شاء الله بالبيت. ابا تقدر من قد ما يلمع انطق وياهم سيلفي. ترى مسوي. انت هم مسوي؟ لك طلع الباي متزوج. دول بس متزوجين دير بالك. حبايب اللي تذكرون انا وارام وهديل همين نزلنا فلوج على الاستثمار في دبي، وهواي ناس عبالهم انه ارام عالسهم مدى يجاوبهم. هو مو عالسهم، هو مدى يلحق خطيه يجاوبكم كلكم. بس والله كل الارقام مسيبه والكل كل راح ارام يخابرهم. المانجا تخبط. ضع 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 المانجا. يقول لك اكلني. عرفت فشي مطي؟ يعني اكو حد ما يعرف. انا ما اعرف. تعرفين؟ تقصقص؟ ايه. مو ماخذها حلاقه انا تقصقص. تفشق الفاكهه تتفشق. لا بيا لغه هاي. بالعراقي؟ لا. تقصقص بيا لغه؟ الفاكهه تتقطع. تتقطع. والقاموس انت قطعتي تقطع من كنت صغيره. واحد ياخذ رقي بالعراقي. وصلتنا هدية من دايزون ودازيها الجيراننا لأن عبالهم بعدنا بشهر العسل. فنشوف هدية شنو. شكرا دايزون. اوكي ذني بعدين نفتحهن لأن عندنا عزيمة رايحين البيت الأهل. دائما عندنا هاي المشكلة. ها؟ هذي تنسى معتها ماسك. تدلل هالدولة. سيارتي عطلانة وصار لها اسبوعين بالجراج، فأجلت السيارة وهسه وصلت. هي هاي. اوكي. هاي الفيلر. لما اضطريت اسمك.
انا كلش تعبت على الاكل اليوم طبعا يعني انا قعدت بالخمسة الفجر ها يعني شفت اللقطه مال قلب الدوم ولا لا ها بعد ما نزل ما نزل لا بعد ما نزل الفلوس بس انت تبي على الكرزات جبتها هاني هاي اوف 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 هاي الهاي لو هاي الهاي ليش هاي الهاي داروها داروها تريد تاكل من كل شيء والله صح بتخلط العريس حياتي زين نرجع نقعد لو شنو صار حلوه تعبت اول مره اشوف تعبانه تحس يعني عزيمه اربع ساعات ما حد يحكي وهسه بالنهايه يلا دخل حبايب هاي اول هديه تجينا من براند ككبل من اعلنت انه انا تزوجت بلشت الشركات تهتم الموضوع زواج ابو اللول هذا اتصور البيور كول من دايزن اللي هو اير بيوريفاير هذا جدا جدا مهم انه يكون عندنا بالبيت واتصور هذني مكناسه هاي هي القاعده مال المكناسه الكهربائيه هاي في 11 دوك اسمه اقدم لكم ابن تخرج وصار طويل دايزون في 11 ابسولوت هاي سوق سعاده مالتي باع الالوان واو حلو كلش حلو يطلع اوكي مرتي هادئه مكناستي هادئه واو بقى بس صوتي انا بس هاي الحلو انه تجون تحطوها كذا ذني التولز الاضافيات طبعا كل شيء يفيدن تولز دفن كل مكان وهاي مثلا الزوايا مال القنفه او فراش فكمبليت الكيت كلش كمبليت لا والحلو انه وايرلس ما يحتاج تشيلين واير تحطين واير والله ما كنا نتنس قبل واحنا بما 24 ساعه الاير كونديشن يشتغل هنا بالامارات هذا كلش ضروري لان راح ينقي الجو ويصفي الجو وزين البشرة والتنفس وهاي أشياء وأسف لكل الرجال اللي هسه راح كل نسوانهم تلح عليهم إنه يشترون دايزون جدا آسف بس إنه يستاهلن متابعاتي والديزاين يجي ويا جهاز صغير ترقبوا هسه بيقولي هسه بقولي هسه أحسها بعدها مو هسه من تقولين هسه أحسها بعد شوية هذا تحطه برك الباك هناك يعني ابو اللول شنو هذا شنو تفتح باكيتات لو اكون بالانفجرت طلع وهم صديق نقي اير ملتيبلاير تكنولوجي يعني شنو يعني شلون ماذا تطلع الكلمة عندي ملتي بلاير يعني ملتي بلاير عن جدول الضرب يعني هذا يضرب الهواء اوف شكرا دايزون على هاي الهدايا ويعني فعلا فرحتونا وصدق كنا يعني محتاجين هاي الامور خاصة المكناسة الكهربائية انا من عشاق هذا البراند وبس حاب اوضح انه ما مدفوع لي اي شيء عمود احكي هذا الحكي انا جدا احب هذا البراند لان هم التوب بالاندستري مال اي شيء له علاقه بالهواء وبالتنظيف يوميا راح نكنس نكنس لان احنا كابل عصري نكنس سوا يعني جيب لك جلاس مي وتكنس باكر صوريني شلون اكنس عادي ماكو مشكله باقي البراندات احنا جاهزين ترى انبوكسنج تردون كل اسبوع حاضرين يعني بالخدمه حبايب شكرا للمتابعه وشكرا انكم موجودين لحد نهايه هذا الفلوج نحبكم نموت عليكم باتر فلوج جديد مو تنسون اشتركوا بالقناه تحطون تعليقاتكم لايكاتكم ونراكم قريبا فلوج باتر نظيف البيت راح يكون نظيف من استقلكم عشان بلشت ليش فرحانه باي